اتكلمنا الحصة اللي فاتت عن الضمائر الشخصية. الضمائر الشخصية عرفنا ان هي نوعين من الضمائر الشخصية، ضمائر مفعول ماشي اسمها ضمائر متكلم ومخاطب للعاقل، ضمائر متكلم ومخاطب للعاقل اللي هم مين؟ اللي هم م وت ونو وفو. عشان تفهمهم او تفتكرهم بسرعة، الم تساوي بالعربي نون ياء، زي كلمة يعجبني، يكلمني، يصطحبني. الت هي مين؟ هي حرف الكاف، زي مين بالعربي؟ يكلمك، يعجبك، يخاطبك. النو اللي هي بالعربي نون ألف، نا، زي كلمة يعجبنا، ينتظرنا، يكلمنا. أما الفو، الفو اللي هي حرف الكاف والميم، زي يكلمكم، يخاطبكم، ينتظركم، يعجبكم. تمام، هي دي الضمائر، الجزء الأول من الضمائر. الجزء الثاني من الضمائر هو هي ضمائر مفعول بس غائب، غائب، كلهم غائب، ويبقى للعاقل ولغير العاقل. الضمائر دي هي مين؟ خلي بالك احنا بنقول عليها ضمائر شخصية او ضمائر مفعول، الاثنين او الاسمين صح، ل ولا والا بوستروف وال اس اللي هي ليه. الكلمات او الضمائر دي هي شبه ادوات التعريف، ولكن مش هي ادوات التعريف. في الجمل بتاعتي اللي جاية كلها انا بعمل ايه؟ ببحث عن المفعول. المفعول بتاعي لازم يكون مفعول به مباشر. مباشر يعني ايه؟ يعني غير مسبوق بحرف جر. تمام، امال يكون مسبوق بمين؟ مسبوق بأداة معرفة، صفة ملكية، صفة اشارة، او ممكن يكون اسم شخص. فلما بدور على المفعول بتاعي بسأل نفسي سؤال، المفعول بتاعي ده مفرد مذكر؟ اخد المفرد المذكر ده واحطه بداله ل. لو المفعول بتاعي مفرد مؤنث احط بداله لا. لو المفعول بتاعي الفعل اللي وراه بيبدأ بحرف متحرك فهضطر احط الا ابوستروف. لو مفعول مفرد مذكر او مؤنث احط بداله الا ابوستروف لو كان الفعل الذي يأتي بعد الضمير بيبدأ بحرف متحرك. اما الضمير ليه يحل محل مين؟ المفعول به الجمع، المفعول بها الجمع بنوعيه مذكر ومؤنث. نيجي للجزئيه الجديده بقى اللي هي مكان ضمير المفعول. الملحوظه رقم 2 بيقول لك يوضع الضمير في المضارع قبل الفعل وعند النفي ينفى معه. إذن المكان بتاع الضمير في الجملة بيكون فين؟ قبل الفعل المضارع، قبل الفعل المضارع. ولما بيتنفي هو والفعل، يعني مش بننفي الفعل لوحده، لا بننفي الفعل والضمير بتاعه. شوف المثال، tu mets ses lunettes، يعني انت بترتدي او بتضع هذه النظارات. النظارة هنا جمع بشيلها واحط بدلها الاس، احطها فين؟ احطها قبل الفعل المضارع. فالاجابة شوف ازاي بتقول ايه كده، oui je les mets، يعني نعم انا ارتديهم. طيب لو نو، هنفي الفعل والضمير الشخصي واحطهم هما الاثنين بين لوبا، فاقول نو je ne les mets pas، نو je ne les mets pas، يعني لا انا لا ارتديها. يوضع الضمير في المستقبل القريب قبل الفعل المصدر في الاثبات وفي النفي. لازم نفتكر هو ايه اساسا المستقبل القريب. المستقبل القريب يتكون من تصريف فيرب اللي زائد المصدر، تصريف فيرب اللي زائد المصدر. لما تحب تستخدم ضمير شخصي تحط ضمير الشخص فين؟ قبل الفعل المصدر. مثال je vais acheter cette chemise، سوف اشتري هذا القميص. هو ده المستقبل القريب، تصريف فيرب اللي اللي هو في والمصدر اللي هو اشتري. طيب فين المفعول بتاعي؟ المفعول بتاعي ست شميز، هذا القميص. بشيل كلمة ست شميز اللي هو المفرد المؤنث ده واحط بداله المفروض لا قبل الفعل المصدر، ولكن الفعل المصدر المرة دي بيبدأ بحرف متحرك، فهضطر أعمل إيه؟ أشيل لا وأحط بدالها الأبوستروف.
فتبقى كده je vais l'acheter. je vais l'acheter يعني انا سوف اشتريه. طب لو انت مش هتشتريه هتعمل ايه؟ هتنفي مين؟ هتنفي الفعل المساعد فقط اللي هو verb اللي، اما الفعل المصدر والضمير الشخص اللي جنبه مش هيتنفوا. فاقول je ne vais pas l'acheter. je ne vais pas l'acheter يعني انا لن اشتريه. الملحوظة الرابعة، يوضع الضمير في الأمر المثبت بعد الفعل ونضع شرطة صغيرة بينهما، أما في الأمر المنفي يوضع قبل الفعل. تمام يا جماعة؟ ناخد مثال بورت تون مونتو يعني إيه؟ ارتدي معطفك، المعطف أو البالتو بتاعك. بورت يعني ارتدي، ده فعل أمر. طيب المفعول بتاعي هو مين؟ المفعول بتاعي هو البلطو اللي هو اللي هيتلبس، فالمفعول مفرد مذكر بشيله واحط بداله كلمه له، احطها فين؟ بعد الامر المثبت وقبل الامر المنفي. بعد الامر المثبت وقبل الامر المنفي، شوف كده، شوف الامر المثبت بورت لو، بورت لو يعني ارتديه. طب لا ترتديه، ايه اللي هيحصل فيها؟ هاخد له واحطها قبل الفعل، فاقول ne le porte pas. ne le porte pas. طيب عندما توجد le و la و l e s امام الفعل تكون ضمائر شخصيه، وامام الاسم تكون ادوات معرفه. عشان ما تتلخبطش ما بين الضمائر الشخصيه وادوات التعريف، لان هم نفس الحروف، بيقول لك ايه؟ ان الضمير الشخصي بيجي بعديه فعل، بيجي بعديه فعل. حتى افتكر ان احيانا الفعل بيكون مبدوء بحرف متحرك، فبتضطر تحط الا ابوستروف مع لو ولا. طيب لو كان الحروف دي، لو كانت الادوات دي موجوده ايه امام اسم، دي تبقى ايه؟ دي تبقى ادوات تعريف عاديه. مثال je le mets، انا اضعه، انا ارتديه. انت عندك هنا كلمه مي، ده فعل فيرب جاي من الفيرب متر، انا اضعه، انا ارتديه. طيب كده لو هي ضمير شخصي. اما الكلمه الجمله الثانيه بيقول لك je sais le pantalon، يعني انا بعمل ايه؟ انا اجرب او انا اقيس البنطلون. هنا كلمه لو هي اداه تعريف لان ياتي بعدها اسم. الملحوظة السادسة، في الأمر المثبت يحول الضمير م إلى موا ويوضع بعد الفعل. خلوا بالكم، نرجع تاني للضمائر اللي هي خدناها في الأول خالص، اللي هي ضمائر المتكلم والمخاطب. بالنسبة لم بالذات، كلمة م تحول إلى موا في الأمر المثبت. تمام؟ تحول إلى موا في الأمر المثبت. مثال tu me donnes cette robe. tu me donnes cette robe يعني انت تعطيني هذا الفستان. خلي بالك هنا الجمله اللي انا قريتها دي هي مش امر، هي فعل مضارع عادي، بس لما تحولها الى امر تبقى ازاي بالعربي؟ اعطيني هذا الفستان، اعطيني النون ياء اللي انا قلت لك عليها. طبعا انت هتحول دون الى فعل الامر، هتبقى دون من غير اس بالشكل ده، بس ما ينفعش تقول لي مو دون. لا، كلمه مو تتحول الى موا وتنتقل خلف او ايه بعد الفعل الامر المثبت، فتبقى ايه بقى؟ دون موا، دون موا سيت خوب يعني اعطيني هذا الفستان. طيب يا شباب، في مشاكل؟ في أي أسئلة؟ صفحة 99 تدريب على الضمائر الشخصية، فإحنا عندنا هنا 34 سؤال. أنا هحل 10 وأنتوا هتحلوا 10 والباقي واجب. أوكي؟ تمام، أنا هبدأ بالعشرة بتوعي عشان التسجيل وهو شغال بالمرة. بقول رقم واحد، سي ساندال النقط شوازي، يعني إيه بقى؟ هذه الصنادل هي بتختار، يعني عايز اقول لك هي بتختارها. انا قدامي كلمه صنادل، هي المفعول به، الصنادل دي جمع، فايه اللي يحصل؟ هختار ضمير شخص جمع اللي هو ليه، اختيار رابع.
طب ست كاسكيت، هذه الكاسكيت جو نوت اشيت تو دو سويت، يعني انا اشتريها تو دو سويت يعني حالا. خلي بالك ست كاسكيت، الكاسكيت هنا لو انا مش فاكرها مذكر ولا مؤنث اعرفها من كلمه ست. ست يعني هذه تاتي امام الكلمات المؤنث، فست فكاسكيت مفرد مؤنث اختار معاها كلمه لا. بس خلي بالك كلمه اشيت بتبدا بحرف متحرك، ما ينفعش تكتب لا، تكتب بدلها الا ابوستروف. رقم ثلاثة جو نقط مي أودوا سي لا باج، يعني مي أودوا يعني أرتدي في الإصبع، يعني عايز أقول لك أنا أرتديه في الإصبع. هو مين؟ سي لا باج، لا باج اللي هو الخاتم، الخاتم ده اللي أنا برتديه في إصبعي، هو مفرد مؤنث على طول تختار معاه لا. طيب سي باسكت نو نقط إسيون، يعني هذا الحذاء أو هذه الأحذية الرياضية إحنا نقيسها. طبعا أحذية رياضية جمع بتختار معاها لي ال اس. طبعا انت ممكن تغلط وتفتكر اسيون عشان هي بتبدا بحرف متحرك فتختار ال ابوستروف، لا انت بتختار ال ابوستروف في حاله انك هتحط ل او لا، اما الجمع لي تبقى كما هي لي. ايوه ادري يا مستر. طب رقم 2 ايه؟ رقم طيب تاني رقم 2 بيقول لك ست كاسكيت، هذه الكاسكيت جو نقط اشيت تو دو سويت، يعني انا اشتريها حالا. تو دو سويت يعني حالا. المفعول بتاعي هو ست كاسكيت، الكاسكيت هنا مفرد مؤنث. عرفت منين؟ لو انا مش حافظها افهم من كلمه ست الاولانيه، ست اسم اشاره ياتي مع الكلمات المؤنث. طيب كلمه كاسكيت كده مفرد مؤنث هختار معاها كلمه لا. اجي اختار لا ما ينفعش، ليه؟ لان كلمه اشيت اللي بعد لا بتبدا بحرف متحرك، فما ينفعش اكتب لا جنبها. امال اكتب مين؟ اكتب الا ابوستروف. مفهومه؟ يعني لو ما كانتش الكلمه اللي بعديها اولها كنا هنختار حرف متحرك عموما، مش لازم تمام. لما نيجي بقى الرقم 4 بقول سي باسكت، هذه الأحذية الرياضية احنا نو اسيون، احنا بنعمل ايه؟ بنقيسها. هنا المفعول به الباسكت، الباسكت هنا جمع بختار معاه ال اس. طبعا انت تاخد بالك ان اسيون بتبدا بحرف متحرك، فانت ممكن تغلط وتقول ناخد الا ابوستروف، لا ما ينفعش المره دي. ليه؟ لان الا ابوستروف تحل محل لو او لا فقط، اما ال اس عادي ينفع اننا نستخدمها ويجي بعديها فعل بيبدا بحرف متحرك عادي. المهم عندنا سلامه النطق، فلما هنا بنقول نو ليزيسيون، لا ده صح نو ليزيسيون. طيب رقم 5 فوالا لو براسلي، فوالا ها هو او ها هي البراسلي، البراسلي ده اللي هو الحزازه او الغوشه، ها هي الغوشه. بوخت يعني ارتدي، عايز اقول لك ارتديها. طب البراسلي دي بقى مفرد مذكر ولا مؤنث؟ انت عندك اهي لو براسلي، لو يعني مذكر، فانت بتختار معاها ضمير مفعول مذكر اللي هو لو الاختيار الرابع. طب رقم 6 فيت بسرعه مي بارون نقط اتون، يعني والدي بيعملوا ايه؟ ينتظرون. وتعال نشوف ينتظرون مين بالظبط. نو يعني النون ألف اللي احنا قلناها، يعني ينتظرون، ولا س طبعا مش ضمير شخصي، ولا م ينتظروني، ولا ت ينتظرونك. يا ترى هختار ازاي؟ ما هي تنفع م وتنفع ت وتنفع نو، لا كل ده واحدة بس هي اللي هتنفع. ليه بقى؟ اولا هي نو، ماشي، نو زاتوند يعني بسرعه والدي ينتظرون. طب ليه ما تنفعش م؟ اقول لان م لازم تبقى اما ابوستروف، لان الفيرب اللي بعدها اتون بيبدا بحرف متحرك، وت لازم تبقى تاء ابوستروف لان الفيرب اللي هيجي بعد النقط بيبدا بحرف متحرك، فبالتالي ما ينفعش تختار م او ت، والاس ابوستروف اساسا برضه ما تنفعش. السؤال السابع لا نوهاك
جو في نقط متر على سورتي، يعني الجاكيت ده انا سوف ارتديه في الخروج، على سورتي يعني في الخروج. طيب الانوراك ده مفرد مذكر ولا مؤنث؟ ده الا ابوستروف، مقلب تمام، فلازم تكون حافظها كويس. الانوراك مفرد مذكر، تمام يا شباب. طب الانوراك مفرد مذكر هختار معاه اداه ضمير شخصي لو، تختار لو اللي هي الثانيه، يبقى جو في لو متر يعني سوف ارتديه. السؤال الثامن، فو بروني سي لونيت، انت هتاخد النظارات دي؟ وي جو نوت برون، يعني ايوه انا هي هاخدها، تمام. طبعا النظارات هنا جمع، فايه اللي بيحصل؟ اختار معاها اداه ضمير شخصي جمع لي، اللي هي السؤال الثالث. رقم 9، tu ne portes pas tes boucles d'oreilles، يعني انت لا ترتدي او انت لا ترتدي الحلقان بتاعتك، البوكل دوغي يعني حلقان، خلي بالك ده جمع، تمام. الحلقان جمع، يبقى هشيلها واحط بدلها لي ال اس، فتبقى كده tu ne portes pas تي بوكل دوغي، يعني هو انت مش بترتديهم الحلقان بتوعك. السؤال العاشر، سو كوليي، هذا الكوليي، هذا العقد المفرد المذكر جو نقط ام بوكو، مفرد مذكر تحط لو، ولكن ام بتبدا بحرف متحرك فتختار الا ابوستروف. انا كده خلصت العشرة، حضراتكم هتحلوا من 11 من 11 ل 20، تمام؟ يا ريت في 5 دقايق كده نخلص. الجزء اللي بعد كده هو تصريف الأفعال بتاعة الدرس، الأفعال اللي بتستخدمها وأنت فعلا بتتسوى، يعني وخصوصا بتشتري الملابس، زي كلمة أشتي يشتري، إسيي يعني يقيس أو يحاول، شانجي يعني يغير، متر يعني يضع أو يرتدي. تعال ناخد كل التصريفات دي بالظبط. بقول الفعل اشتي يتم تصريفه كالاتي، خد بالك من الاكسون، جاشيت، تي اشيت، ايلو ال او او اشيت، نوز اشتو، فوز اشتي، ايلو ال اشيت. يقول لك خلي بالك هنا ان حرف الاي بنحط له اكسون مع كل الضمائر ما عدا نو وفو. الفعل الثاني هو الفعل اسي، يعني يقيس او يحاول، ويتم تصريفه كالاتي، جسي، تو اسي، ايل و ال و او اسي، نوز اسيون، فوز اسي، il و ال اسي. بيقول لك هنا ان الافعال التي تنتهي ب ا اجريج او ار يتم تحويل الاجريج الى اي مع جميع الضمائر ما عدا نو وفو، او ممكن ما نغيرهاش نخليها اجريج زي ما هي. يعني ينفع اقول جساي بحرف الاي، وينفع اقول جساي بحرف الاجريج. الفعل الثاني هو شانجي، يعني يغير، يتم تصريفه كالاتي، جو شانج، تو شانج، ايل و ال و اون شانج، نو شانجون، فو شانجي، ايل و ال شانج. طيب عند تصريف الافعال المنتهيه بجي او جي او ار، يعني جي او ار، اللي بيحصل يتم اضافه حرف او قبل الاو ان اس مع الضمير نو. بص كده كويس على الضمير نو في تصريف الفعل شانجي، هتلاقي بقى يقول لك ايه نو شانجون، وفي حرف اي مكتوب زياده كده، ده ماله؟ قال لك لتسهيل النطق، لان من غيره هتبقى كده شانجون فغلط، فقال لك لا نحط حرف اي يكسر شويه النطق بتاع حرف الجي فتبقى شانجون.
الفعل الأخير معنا هو متخ. متخ يعني يضع أو يرتدي، يتم تصريفها كالآتي: جو مي تو مي إل وإل وأون مي نو ميتون فو ميتي إل وإل مت. برضو هنا إحنا بنحذف التي أر أو مع الضمائر المفرد، وكمان بنحذف الأر أو مع الضمائر الجمع. ممكن ما تفكرش في السطر العربي ده خالص وتحفظ التصريفات زي ما هي كده على طول. تمام يا شباب. بعد كده عندنا مجموعة أسئلة بتستخدم على إيه بقى؟ على تصريفات الأفعال اللي احنا أخدناها دلوقتي. حضراتكم ال 24 سؤال دول واجب، يعني يتحلوا بعد الحصة مباشرة، ما تأجلش. هبعتها لك دلوقتي، بس اكمل الحصة الاول وبعدين يعني انا يعتبر كده ايه خلصت. بصوا يا جماعة، باقي المواقف والتدريبات على الدرس. المواقف وتدريبات على الدرس، ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان انا اسجل لك فيديو مخصوص وابعت لك الفيديو ده عشان تشوف فيه المواقف وايه وتشوف حلول التدريبات، حل السؤال قبل ما تسمع الإجابة بتاعتي.